غير مدوب وانا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك أحلام. والله العظيم انا جني وجي مرقه الشفقه دي. شفقه شنو يا اختي؟ انا كلمتك من امبارح، الشفقه وين؟ الشفقه فين اجيتك دي؟ اصبري لين اجيك بالدري. امرق يا اختي. فرحتي؟ انت العربية هلك يا ياسر، ما تجيبها الا بعد ما تجيب يا اخي. ما اقول لك راجعها يا اخي. يا اخي عربية ماشية تمام في الشارع، اجيبها للتصليح ولا بس خسارة قروش والسلام؟ كده حتوري خسارة القروش كيف. مالك يا بيت؟ عمك محمد ابراهيم ما بشوفنا، نظره ضعيف ولو شافنا نسلم عليه ونمشي طوالي. بيشوفنا وبأسئلته الكثير بوقفنا، وخوجي اللي بيمشي بفوتنا. ما بفوتنا والله، خوجي اللي يفوتنا ما يبيت في الحلة دي. بنوت بتفوت فوق عمك الساعة كده لا حملة دستور. هسي فايدة مرقتنا بدري شنو وانت قاعد تتمحرق لنا كده يا خوجلي؟ امرق عليك الله يا خوجلي، خلينا نمشي نقضى شغلتنا الماشيلة دي ونجي راجعين، تاني عندنا شغلات غير دارين نقضاها. ابتسام وسنة لو فوتون ما بخلوا لي جنب ارقد عليها. هسي بيجوا ما بيدخروا، حيدخروا علي جامعتهم؟ يعني هسي انت بالحيل علي البنات وجامعتين اكتر مني انهين ذاتين؟ وهين ذاتين ما يمرقن بدري زي ما هسا نحن مرقنا. كويسة. وما جاي البلد؟ ما بتقدر، أولادها في المدرسة. ده كلام شنو ده؟ وأولادها برا البلد القراية ليه وشنو؟ عن إذنك يا عم محمد، نحن محصلين الجامعة. الله، والله دي قلة الزوق مني، ما سألتك من الجامعة. هالجامعة كيف؟ كويسة. وما لقيتها كذا بالتعلق ماك ميرودة.
ما قربت انت تخرجن؟ قربنا. ايه يا اصلا طقك تقولوا طق لي زول مالك يا اخي؟ انت السم الهاري دي يا اخي ما بتقل لك راسك وبتقل لك كرعيك دين. ايش يا يقل يا بلل اقوى ضغط الحياة والسم الهاري البشري في وانا ذا؟ الله يقرفك الله يقرفك. هل انت تفتح لي موضوع الحياة؟ انت الحياة اعرف ليها حاجة ما مغبي طوالي. الو ايوه يا حاجه. لا مذكرك مذكرك اللي انا بجيكم. لا لا ما طوالي ما طوالي بقى بقى لفاتنا عندهم عن قريب اقرب واجيكم بهناك. لا لا دقيقه دقيقه مهلي 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 بمشي نتفضل بهناك عندهم ردمية صغيره كده وشيل منها درتكتين ثلاثه كده واجيكم بهناك بس ان شاء الله ربنا يبعد عننا العوارض ديل. هاي الله يبارك فيك الله يسلمك فيك 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 هذول هاي فيك. يا ساتر يا ساتر يا زول انت كويس؟ انا كويس انا كويس. لا حول الله وما تدري شو هذه الصوره. هاي انت ده ما احنا ما قدامنا وابعد يا امك الليله يا احمد امش علوني يا اخويا يا امي. انزل 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 امشي طمر امك دي قلبتها من عدلتها ما معروفة يا اخي. ديل بالشاكل الصباح وبالليل بالصالح وزول عيان ساكت نرجي خير وما في. احمد ود الصديق ضربته عربية لعل ما جات عوجة مو معروف. خرج اللي معاه معاذ والبلل مشوا على المستشفى وباقي الناس كسرت على بيت الصديق. خلاص انا بلحقهم بعد شوية يا بعد شوية كمان. قوم مش اصبقني عليه وانا بحصلك هناك.
تبقى مقطع قوايم. هسه خوجلي ده كان خلانا مشينا معاهم وشفنا اللي حصل، ما كان احسن بدل راسنا يودي ويجي؟ ما قاعدين نضربوا لهم يا خاله، وبعدين الدكتور قال فضل شويه فحوصات عشان يتاكدوا انه ما في حاجه. شوف العين ما زي سمع الاذان، والخبر الكعب ما بيتقال. هسكتي يا آسيا، عليك الله ما شايفه امه دي حالتها كيفين، ما تشفقيها اكتر مما هي شفقانه. وشنو يعني؟ احنا مفروض نتبين الحاصل اول حاجة حتى بعد ذاك نتصل عليه، بدل منهج مساكت. بعدين الناس دي شكلهم على وصول، اصبروا شوية يا اخوان. اصلا غير الكلام الفارغ ما فيها حاجة. بعدين يا اخي استنى شوية، خلي الولد دي يجيبه نمشي نكفر له ونبقى مارقين. طوالي بقول لك ما تخليك عبيط يا عز الدين يا اخي، مواضيع زي دي بترفع اسهم ناس وبتنزل اسهم ناس، بعدين طبعا ملاحظ انه اسهمك دائما في النازل. يا اخي ما تفكر تحت كريك، عايل لقدام. عايز نعمل، عايزنا انا اسوي شنو؟ انا عندي عربيه عشان امشي وراهم، انا عندي حاجه عشان اعملها، بعدين يا اخي انت عارف ان انا ما بحب المجاملات وما بعرفها. يا اخي لازم تعرف، لازم تعرف تشيل وتخط مع الناس ويكون عندك راي. سامح استنى دقيقه بس. سلام يا اخوانا، سلام. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ربنا رزقك ولطف الله. الحمد لله. لا حول الله، حضر بقبرنا. لا حول الله، لا حول الله. يكر علي، يكر علي، يكر علي. استغفر الله، استغفر الله يا زولة. دور شديد، خفيفة. ما تقول لي خفيفة، دي خفيفة دي. لا حول الله. لا اله الا الله، استغفر الله. هل هذه قدر الضرب؟ لا حول الله. ما تراه شديد، الحمد لله. كده شفقنا عليك يا أحمد؟ الحمد لله، ضرر خف من ضرر. ظهر قدامي فجأة وحصل الحصل ده، ما بنعنى غلطان. نسمع كلامكم. ما عندنا معاك كلام تب، ما دام انت قمت بواجب. ده من الناحية دي والله يا اخوان الزول ده ما قصر، المستشفيات دي كلها حرام معانا. لا بس دي تبقى لك بغلطة وتبقى لنا نحن بمعرفة رجال. يا اخواننا مش نرجى الصديق ونعرفه ونعرف رايه، على الاقل ده ولده. قالوا لك الراجل انستر معاهم، الصديق تاني داري يقول شنو؟ على العموم انا تلفوني مع الاخوان دي، لو حصلت اي حاجة ممكن تتصلوا بي، وما اكون عطلت مشاغلكم. اعفوا لي. والله بس يعني نحن كنا دايرين نكرمك. الله يديك العافيه، تسلموا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. بخير الله فيك. بخيرك والله. يلا يا اخواتي، كل مره تمشي على بيتك. وانت يا روفه نتراوح انا وانت البيت. خليني دار اقعد مع امنا دي شويه. انا لا لا، امنا خليها ترتاح شويه. والله الليله نار ولعت في بيت ما في. نمشي نعمل لنا حاجه خفيفه كده، نغدي الرجال وتاني نجي راجعي. سامح احكي. يلا ها يا عمنا، مع السلامة.
هذول؟ صديق هاي وين هذول؟ في شنو؟ الأولاد سيبهم للخالقهم ونعم بالله، لكن بيسرقوا الروح. بنشتغل والجتة فاضية، حتى القلب دقاته مقسمة، دقة مع الحديد واللحام والصباع، ودقة مع الأولاد وأمهم. الله صديق بقيت شاعر عليك دي، هتخلي الشغلة دي ومشي هزل مع النازل أكتب الشعر. والله كان أحسن، الشعر بتقول فيه الكلام اللي أنت عاوزه، وبتبني الأبيات زي ما أنت عايز، مش زي ما عاوزين الناس. كده شوف الناس عايزين يشوفوا باكم ده، كملوا ليهم. لا حول الله، الله يزيدوا كله كله، لا حول والله. هوين هوين يا عز الدين، بشرى الكلمة الأولى والأخيرة حقته. بشرى كان عنده بيت واحد في الحلة دي، بيوته ماشية في زيادة وبيوتكم ماشية في نقصان. ليه يا عز الدين ليه؟ حتى بلل مالك مالك العاصم علي يا أخي، ما لقدر تزيد النار على النار اللي علي يا أخي. والله والله يا عز الدين، أنا ألقى محلك ده إلا أبقى عمدة في البلد دي، ولا يا قروش اللي عندكم دي والله العظيم أبقى ملياردير ملياردير. لكن مساكين 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 أولاد إبراهيم، دايرنا نعمل شنو؟ أنا شخصيا نعمل شنو؟ والله لو بتسمح كلامي، موضوع الليلة ده إلا أطيرك به السمع. قول يا عاصم. الخل عليها السماء مرقت مننا يا بشرى، بالذات منا شفناه مرمى في شارع الظلم. أحي يا سلوم كانت شافته، كان الحصل عليها شنو؟ الحمد لله بركة جابوا لها طيب. لكن انتوا في الأول كانت تضربوا للصديق. يا آسيا، الناس هنا بتسد وبتتشايل، ولياسف كونوا ضربوا ليه وقطع شك الليل يلقاه هنا. يا أبوي نحن قاعدين نسوي في الحلة دي شنو؟ بشرى بقى اي حاجه في الحله دي. بشرى كان قال لك كلام عود، كان قال لك كلام صح. ناس الحله دي يفتحوا خشوم ونقولوا حاضر. نحن دين نحن دين نحن دين نسوي شنو؟ ولا زياده كلام، ما في فرق كلام قالوا بشرى وانا قلته انا. في فريق يا ابوي، في فريق يا ابوي. قبيل الراي قبيل عندك في بيتك وانت سيد الراي، هسه بقى عند بشرى نحن خلاص مغامله تقلل في الحله دي. مقامنا محفوظ، لا بترفعوا كلمة لا بتنزلوا كلمة. طيب يا صديق، ما عنده أي عوجة. رجلين جابني هنا يا عم، وقفني هنا، وقف الخوفي، ما قدرت أشوفه. قول الحمد لله حالة خفة من حال. أها عيليو يا هوداك نايم عيليو. الشغلة دي بخليها بتخليه شفقان وما قادر أعرف أحوالكم. ماشي ترجع للنجارة أنا صديق؟ كنت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والله الحلة دي ما فيها نفرن قاعد في بيته ما جانا. والله والله الناس دي ما وقفت إلا وقت أحمد يا داخل. يا عاصم، قلت لك ابويا الكلام بقى ما بينفع معه، واللي بيحرقني الكلام بقى ما بصير فيه. يا عز الدين عز الدين، ابوك لو راجل طيب وعلى نياته انت ما تبقى غبي يا اخي. شوف الحله شقها الزلط دي وين، ورفع اراضيها السما، وبعدين انتوا نص اراضيكم يا اخي بايعنا بتراب القروش، والباقي مأجرينه للبس والمابس وبملاليم يا اخي. وابويا عاصم؟ ابوك خلينا منه يا عز الدين، الحاجات دي كلها في النهايه راجعه عليك انت. وبعدين نازل لما ادتهم عين الحمراء يحقروا بيك، والحله دي اراضيها طارت السماء يا زول.
يا عاصم انا بتكلم معاك في موضوع ابوي ما حليته ليه؟ ليه هسه؟ قلت لك ابوي بقى ما برضى فيهم ولا كلمة. يا عز الدين عز الدين يا اخي، ابوك ده خليه يشوف بعينه ويعرف حقيقتهم، وانت باريني انا ده بس وبوريك محل تهبش وين ويوجعون. تا حاج بدك تقعد تتلتل روحك كدي، ما تخلي ولدك يجيب لك الفول. الولد خلوه، انا ذاته المشي معاي بينفع، وذاته منا اشوف خلقتك دي. الله يا محمد، انا هذين نريحك تدعبني بلسانك. عليك الله. كب كب لعمك محمد ده. كيف 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 القروش القروش طوالك. تفضل امسك اديه عليك. الله اصلا مصطفى تسال البيت بيكون معتصم حط تصابك. لا لا والله عندي وجع ركب ما بقدر. مزيدو يا اخي كثير والله يا حاج كثير. امانه النصيحه بنقولها، النصيحه بنقولها. تبلي كثير عليك لما زي حق عمك ده. ان شاء الله زي فول لمس. ها ما ادى عليهم. بس 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 والله حاجه غديت غديت يا اخي. الله عز الدين تمام؟ كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الله يكرمك. كيف حالك؟ الله يبارك. تمام؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الله يكرمك. ان شاء الله طيب. الله بخير الحمد لله. احمد يا اخي سلامته يا اخي، وان شاء الله ما يشوف شر. لا والله تمام التمام والله العظيم، وطمنونا عليه والله حقيقه يعني. حقيقه؟ اوريك الحقيقه اللي ما شفتها. بشرى بيعزف في الزول الدقش ولدك وبطايبه وبكرمه. الزول انستر وقام بالواجب وزياده. ما انا شايف ولدك يا هدى جاري في الحوش وباكر بيمشي المدرسه. هسه ما انا في ذمتك، لو دوت بشرى الدقشو ده بشرى بطيب الزول ده وبيسالمه ولا بيعزمه في البيت، ولا ود الصديق ما زي ود بشرى. كلامك ده غريب يا عز الدين، والشارع ما بيفرز ما بيفرز لا ود بشرى لا ود الصديق لا ود خوجلي ولا غيره. خلاص قبل ما يكون بيننا وبين الشارع ده تار نقفله ونشوف بشرى وناسه معاه بيقيفوا معانا نحن اولاد ابراهيم ديل ولا لا. السلام عليكم. الحمد لله والله بيتها بعد ده تاني إلا النوم والله. تعال يا عمك المحليني عز الدين ده مالو؟ عز الدين ده يا أخي ده لا 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 فل ذول لا 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 مشي له عقد لا فضى خشمه، لكن شايف الليلة ماشي ناس صديق. ما يمكن يكون موضوع الولد ده أثر عليه وخليه يفقد الناس. إن شاء الله يا أخي علينا قال يشيل طبعا أبوه أبوه طبعا قريبين من مينا. بيت الواطة بيت راب القروش، والناس الحشان وكان الصغيرة اللي الحشان ونكبر بالحشان. يا هو سعر في الزمن ده، وظلت وقت شق الحلة زاد سعره رزقا جانا وجاهم جاهم. هاي ده صح، لكن وينو جانا؟ وبعدين الدكاكين المأجرة بحبة قروش دي زيد شوية يابا. الناس ما فرزوها بالإيجار عز الدين أولدي، الناس بقت أهل. أهل؟ يا بنت بتغش في روحك، أهل وين؟ أكان أهل صحي كان وقفوا مع الصديق ولده. وقفوا معاه وبزيادة كمان. أن نشوف وقت الجد، بيقفوا معانا ولا بيرجعوا كمان تاني؟ قصدك شنا عز الدين؟ قصدي التباكر بتعرفوا، والحلة دي كلها بتسمعوا. عز الدين كلامه صح يا روفة، لو قاسي ولده يتضرب تقوم بمهلته، ونحن المر فيه خشومنا وهي ما شاء تقضي وليداتها.
هي يا عمنا والله العظيم ولدك طيب وما عنده عوية، وهي ذاتها هسه ده لو كان ولدها انت ذاتك كان مشيت طيبتها قدر الواجب وجيت راجع بيتك قضيت شغلتك. صحيح والله، ما عشان صاحبتك وجارتك وبقت اقرب لك من قريبتك عشان كده بتحامليها. وين الشكل اللي بحامليها؟ انت قلتي كلامك وانا رديته لك. اصلي ما بنسى وشها البارد، وانا وقت الخلع وروحي دايره تمرق احمد ذات وجع يا امنه. تاني قمت تحامليها؟ ما قولت حق كمان. طيب كلميها نمشي مارقين على الشارع. تمرق وين؟ عز الدين غشان الصباح وقال نمرق على الشارع. عز الدين صحي علينا وعاد بعدنا نشوف الناس صحي اهل ولا بطن بيوت. عز الدين اوزن كلامك قبل ما تقول. كلامي ما يلفيه شنو؟ وكان بقى ما موزون يا بشرى. دار توزنه لي انت؟ بعدين شارع شنو اللي بتقفله؟ الشارع ده ما قرب المسافه وخلانا نصل سريع. واحمد ده ذاته لولا الشارع ده كان بيصل المستشفى في كم ساعه. وهو كان ما الشارع ده احمد كان انضرب؟ وبعدين الشارع ده قرب المسافه ولا زاد سعر الواط اللي اشتريتوها بالرخيص من ابوي؟ يا ولد اتكلم بنفس هادي وخلي عندك منطق. بعدين انا لما سكنت الحله دي انت شافع صغير. وهسه انا ما صغير. واللي اشتريته من ابوي زمان خلاص، لكن كمان الدكاكين المأجره بحبه قروش دي وبتكسب منها الملايين، والخلتك شايف رقبتك احسن مننا اخير تستاهله وتمرق معانا. ولا كمان نحن بنلم اهلنا سافل وصعيد وبنخليكم تبقوا مارقين. عز الدين لمش وين يا روفه كمان؟ يعني هسه عامله دي كان مرقد على الشارع، انا ما شاطر في بطن بيتي ما بخليها برا، يعني بمرق معاه والله. عامله دي تقعد في بيتها، كانت رضيانه بجسمها كان مع عز الدين. بعدين عز الدين ده ذاته ما حصل يوم شفناه في واجب، اي مناسبه قاعد زي الضيف. عز الدين سيد بلد وسيد ملك يا آسيا. البلد ذاتها ما عندها سيد، وكان عندها نحن كلنا سيادة. والله صحيح، الناس بتعرفوا وقت الحارة. براك عارفاني وقت الحارة يا روفة؟ هي الحارة ذاتها وينا؟ ماما متضايقة، أولادك قدامك يجروا يلعبوا. بكرة بنعرف منو الصديق ومنو ما صديق. يا عز الدين اسمع الكلام. يا عز الدين والله الكلام ده عيب منك. والله آخر زمن بلل. دار توريني العيب أنا؟ إنت توريني العيب أنا؟ بعدين يا أخي إنت دخلك شنو في الموضوع؟ تاني يا أخي ما وجهك يا أخي، عندي دخل ونص وخمسة يا أخي. إنت اللي نشوفك بتغلط ونسكت عليك إنت مهما كان ما تحلتنا يا أخي. والله يا هو الفضل وتحلتنا الحلة إنتم خلاص بقيتوا شيوخة وعمدة، ونحن بقى ما عندنا ولاش فيها، وكمان بقيت تديني في النصايح يا بلل وبصوت عالي. والله يا هو الفضل. لكن أقول لك قولة، خلينا ننتهي من موضوعي ده وبعدين بتفرغ لك. انت برضو وتحلتنا وقريبنا. قريبنا؟ قريبك بوين يا زول؟ خالي ما عاد لخالك امين نسيتها. اوف هسه الموضوع البسيط ده قوم نفس الحله كده. لو بسيط افرق بين الناس زي كده. الموضوع ده انتهى وكل زول مشى في طريقه، لكن احمد لسه راقد وده الفريق. بكره بيبقى كويس، اصابته ما كبيره. دي مشكلتك انت، بتحبي تبسطي الامور، تصغري للناس مشاكلهم وتكبري مشكلتك انت. ده كلام شنو يا ابتسام؟ ماله كلامي بقى لك حار؟ لا من قلبتي وشك كده. لانك انت صاحبتي وبتحلتي، ولانك انت عزيزه علي. وانا امنه ذاتها صاحبتي وبتحلتي وعزيزه علي، والموضوع ده كبير وبيمرقني مع الناس المارقين. ونشوف يا سنة أنا بتحلتك ولا لا. والله يا عاصم يا دوب الواحد شعر بقيمته. شفت كلامي مش وجه؟ انت خالي الحلة لي بشرة وغير بشرة، ما بتسمع كلامي. لكن هسه انت سويت اللي قلت لك ولا ما سويت؟ بالحرف الواحد ما خليت زول في الحلة دي ما تكلمت معه. تمام يا عز الدين، وبيوت ابوك ودكاكين وما عارف قيمتها دي قريب ده بترجع لك. الحلة ياطت يا معاذ يا أخوي، وبقت كيمان كيمان وما عارف إنها ماشى وين زاد. بكرة ترك بس هم حسن نفسهم حر. عز الدين قال هل ما بيجي بيت الصديق ويعيس أهله يشوف له حلة غير الحلة دي. ومين بتين كمان عز الدين بقى يقول؟
الحلة بقت هالعز الدين ولا ما هالعز الدين؟ ما كلنا أولاد حلة حسن. الغريبة صديق بات في الليل ذاك ومن الصباح بدري مرق. أها، وما تعرف رأي شنو؟ بعدين بتعرف. وإنت بعدين مع منو؟ برضو بعدين بتعرف. وينون؟ وينون أولاد حلة حسن؟ ولا لما نحتاج لهم بيلزموا بيوتهم؟ دل مش الناس اللي قلت أخير لنا من هنا؟ هسا الواطة دي والأراضي دي لو وديناها هنا ما كان خير؟ كتر خيرك يا روبا، لكن في النهاية الدم ما بحل إلا لأهله. صديق مرة قدانا قفل والليل عاد بنمرق الشارع، بنحددها مع الشارع وبنحددها مع المنو معانا والمنو ما معانا. قوم يا راح. حال زي ده طول عمرنا ما شفناه. الله ينعل على الزلط الشق الحلة، لكن ما قسم ناسا. خوجل الزلط تاكتر زول عارف خيره، إلا كمان أنا عارف مشاكله وحواته. الناس بتشوف وتغدر، لكن الزلط ما بشوف. عن إذنك ما شلون يا بلل، الموضوع ده ما عندنا به علاقة. الموضوع ده في حلتنا يا خوجلي. حتى مش ديوان بشرة ولا ديوان الصديق، حمشي ناس حلتنا. وبعدين يا بشرة نمرق لشي عندنا فيه راي ولا نقعد يقولوا خزناه؟ إن قعدنا بنثبت لأولاد إبراهيم إنه الحلة دي كيمان، من مرقنا بنبقى من زعامته يسوي له بطولة يبقى عنده راي، ومو معروف راي ده يودي الحلة على وين. صدقت يا وجر. أنا حكون أول حاجة نمشي عليه الزلط ده نقفله، وبعد ذاك نرجع نشوف ليلة حل مع حلة خاينة وخايفة. يا ولد أولاد حلة حسن، البيوت اللي بتخاف لا بتخون جاية، يا بتمشي معاك على عوجك يا بترجعك منه. نحن أولاد حلة حسن بنتلم في الأعراس والأعياد والفيضان، أي لمة دريبة معروف بنمشيه، وحتى اللمة الدريبة مو معروف برضو بنمشيه، لأنه دي لمة أولاد حلة حسن. جارتي أقرب لي من أي قريب، إن رفعت يدي أديها وتديني، وإن قحيت بتسمعني وإن ناديت بلقاها، ما نحن نسوان حلة أولاد حسن. وأنا وابتسام لما نمشي الجامعة بيقولوا علينا دي البنات حلة أولاد حسن، بس لا فرز لا كيمان. يا عز الدين أنا بفطر في بيت عليت مصطبته، وبتغدى في بيت عليت كتفه، بتعشى في بيت جبرة يدي حيطانه. أنا نفسي في كل بيت في حلة أولاد حسن. كتر خيرك يا سعد. على شنو يا اخدوا جيبنا؟
تروح